السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشان نتمكن من إدارة الماتيريال في المشروع، فأنا ممكن أضيف للعناصر كذا بارامتر خاصة بالماتيريال، مثلا مين المورد، تاريخ التوريد، المكان اللي هنخزن فيه وهكذا. فباجي أقول له عايز شيرد بارامتر، وأقول له أضيف لي بارامتر وهنسميه مثلا ماتيريال ديليفرابل. ده مثلا اتخزن فيه تاريخ الماتيريال هتيجي امتى، واقول له مثلا ده خليه تكست مثلا، اوكي. واضيف مكان بقى الماتيريال، ماتيريال بليس، تمام. وده مثلا هيبقى برضه تكست، وهكذا. تقدر تضيف اكتر من ماتيريال للموضوع ده. طيب انا في بعض الحاجات عايز اضيفها، مثلا دي الول سيستم فاميلي، فما يقدرش تعمل عليه اديت وتضيف البرامتر دوت، غير ان انت تيجي بروجكت برامتر، تمام، وتقول له اد، وتختار بقى من شيرد برامتر، اختار الماتيريال ديليفرابل، اوكي. وده هيبقى نوع مثلا تايب او ريسنس زي ما انت حابب. ونبدا بقى نعلم على حاجات كتيره، يعني ممكن تحط للمول، وممكن تحط مثلا للاستراكشر بيم والاستراكشر كولوم كده. تعمل على اللي سيلكت واحد فيهم، يطلع لك الخانة دي، تقدر تضيفها براحتك، تمام. هقول له شيرد بارامتر الآخر، وأقول له ماتيريال بليس، وتروح بقى مختار نفس الحاجات، الول والبيم والكل، وتقول له أوكي. كده لما تيجي تعمل سيلكت هنا، هتلاقي الماتيريال deliverable والبليس موجودين، تقدر تكتب اللي انت عايزه. والبليس ممكن تقول له ايه هير، وتقول له ابلاي، ودول طبعا هيظهروا معاك حتى لو انت بتعمل سكادول. لو جيت من فيو وقلت له انا عايز اعمل سكادول للوول، هقول له هنا انا عايز الماتيريال، بتلاقي الماتيريال بليس والديليفرابل واي حاجه انت بتدور عليها هتقدر تضيفها. طيب مثلا اوكي، هيظهر معاك بالشكل دوت، تقدر تكتب اللي انت عايزه. زائد ان برضه هتتصدر معاك لو انت جيت شغال نفس وركس، فتقدر تنظم